الفلوس قربت تخلص، عشان كده بقول نلم ايدينا شويه. اكتر من كده خلاص ما بقاش قدامنا شيء نبيعه الا هدومنا. بقول لك ايه، ايه رايك لو نجيب هويده والواد يباتوا معانا هنا في الاوضه ونوفر فلوس اوضتهم؟ اللي تشوفيه حلو. اوعى بقى، استني بس بعدين معاك. مستنياكي مستنياكي. ايه يا عم رايح فين؟ الدورة مشغولة. انا مش عاوز الدورة. امال عاوز ايه؟ عاوز اعرف. تعرف ايه؟ بقالي 3 شهور محتار. بتعملوا ايه بالكرسي جوه الدورة؟ بنتمرجح عليه. مش فاضل من الفلوس غير 50 جنيه. يعني فاضل اسبوع ونسيب له كندا. احسن يا بابا عشان نرجع شقتنا تاني. تعالى. يعني خلاص هننام في الشارع؟ مش ممكن طبعا. طب هنعمل ايه؟ ما بقاش فيه غير حل واحد. ما قلنا كده من الاول، الست هانم اتكبرت وعلى رأي المثل خطبوها اتعززت سابوها اتندنت. معلش يا ريس عايش، انا في ازمة وجاي واقع في عرضك وانت كلك شهامة. انا ما عنديش اماكن فاضية، كل المدافن مستتفة على الاخر. رئيس عايش ارجوك، انت الامل الوحيد قدامي دلوقتي. وست الستات موافقة؟ ما اكدبش عليك يا لسه ما تعرفش، لكن ضروري هتوافق. تشرب حجرين؟ متشكر، انا ملياش في حكاية الاحجار دي. دي احجار كريمة. صحيح كريمة فعلا. العموم انا تحت امرك. ما يحرمنيش منك يا معلم، اروح احاسب اللوكاندا واجيب الجماعة واجي، بس يا رب نبيلة توافق. عشان خاطرك بس انا هاجي معاك وادخلها المدافن معززة مكرمة واركبها المرسيدس بتاعتي. ده بقى سوق المدافن، فيه كل حاجة يا ست الستات، يعني لا مؤاخذة مش هتغلبي ابدا. استنى يا الله، مين الناس دي؟ بتفهمني؟ انت يا عثمان هلا؟ اي وشي يخرب بيتك. الله، دول لسه عايشين. الحمد لله على السلامة، اهلا وسهلا. الله 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 الله، ده دي جميل وناس محترمة. ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا اختي ايه الحكايه يا معلم؟ مين العالم الحلوه دي؟ بطل غلبه وروح نزل الشنط. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. اتفضلوا، يجي على الادب مساعده عليكم. اتفضلي اتفضل يا باشمهندس. ادخلي اتفضلوا، يعني استني برجلك اليمين يا شابة. هات ايدك، انا خايفه ما تبعدش عني، خليك ماسك فيا. شايفة يا هانم برحة وشرحة ازاي؟ دي بقى أوضة السفرة، تطل على الجنينة عدل. وده المطبخ كامل من كله. ودي بقى المنامة، قصدي أوضة النوم. فعلا يا نبيلة حاجة ترد الروح. أعوذ بالله، يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. في
حلوة قوي نبيلة. ها؟ إيه رأيك يا كويس؟ هي برضه تعتبر شقة مقفولة علينا. ودورة المية لوحدينا. مش مشترك زي اللي كان ده. ودي بقى. اللهم صل على النبي الكامل. هنا بقى الليف روم. أوضة القعاد يعني. يا سلام. هوا ولا راس البر. كمان طول عمري منبهر. روح لعمتك. لو سمحت يا معلم. ايوه. هو هنا في ميتين؟ ما تعديش. ده بخير كتير والحمد لله. ربنا يجعله عامر يا معلم. هنعيش مع ميتين يا احمد؟ كلنا اموات يا ست هاني. قولي لي، حد فينا عايش يا ست الستات؟ انت. الله، ده يبقى نظام نائب بقى. لا يا معلم، هي تقصد تقول لك ان انت اسمك عايش قفشة يعني. قفشة. ست هانم بالحا هنا هتبقى جميلة وحلوة وتريحك خالص. يعني هنعيش في عرافة؟ ما بقتش عرافة، اسمها مدينة، والصحيين فيها اكتر من ميتين. ولو استدلنا عليها شوية هتبقى مدينة سياحية. دول يا حبة هانم مش لاقيين حتة يموتوا فيها. عندهم أزمة إسكان برضو. أنا خايف يا أحمد. الميتين ما يخوفوش يا ست الستات. اللي بيخوفوا الصحيين اللي نازلين أكل في بعض.